جامعة أرتقي وكلاب سينما سباقس من بوزات. بدينا مشروع جديد مع بعضنا يهتم بالسينما في سباقس. دونك الخطوة الأولى هذه اللي باش نبداو بها اليوم هي البروجيكسيون تاع أفلام قصار من دي رياليزاتور سباقسية معناها من هوني دي جون رياليزاتور اللي نحبوا نبارتاجيو معاهم الأفلام تاعهم نحكيو عليهم وفرصة باش نشجعوهم باش ينجوا أكثر. دونك هذه المرحلة الأولى في البروجي الأكتيفيتي الأولى ومازال بروجي طويل معناتها الخدمة مازال تكمل مع كلاب سينما سبتو وإن شاء الله سينما في سباقس حطينا عليها يدنا وباش نبداو نخدموا عليها إن شاء الله. السينما في تونس وخلينا نعيشوا السينما ونحكوا السينما في سباقس.